مرافقا لوحاته ترك جمال حداد اليمن مهاجرا إلى أثيوبيا، فلم يكن سهلا عليه التعلم ليصبح رساما جيدا بعد أن بدأت ملامح الموهبة في الظهور، بل نضل في سبيل صقل موهبته ودرس في صنعاء وتعز، ومن ثم سافر إلى القاهرة. وبعد عودته مجددا للوطن وجد أن البندقية هزمت الفرشات، لذا لم يجد أمامه خيارا سوى الخروج ليختار الفن على البقاء رغم صعوبة البداية من جديد في المهجر كما يقول. شعرت أنه ما عاد ليش لازمة هناك في البندقية، يعني تعطل كل شيء، ها تنتكس الفرشة. فهنا برضو محاولة كانت صعبة أني أبدأ هنا من جديد، وأشياء كثيرة مختلفة طبعا، الطبيعة في إثيوبيا. لم يتخلى جمال عن فرشاته وألوانه، فلأجل فنه غادر بلاده بعيدا، إذا حاول عبر لوحاته رسم حياة تمناها طويلا وشكل فيها فكره وترجم أحاسيسه أو ما يراه من صور وأشكال أغلبها جاءت من وطنه الأم ليجسدها في أعماله. من المخيلة إلى الجمهور يعرض جمال فنه مباشرة عليهم، لكنه يطمح لأن ترى رسوماته النور عبر معرض كبير يقيمه مستقبلا. صحيح أن رسمه ليس تصويرا كاملا للواقع، لكنه انعكاس عنه، حيث أصبح للجمال طابعه الخاص في رسوماته